فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأصحاب القلوب المريضة الزائغة لسوء قصدهم يتبعون الآيات المتشابهات وحدها ويتركون الآيات المحكمات، وأحيانا أخرى يعكسون الأمور، فبدلا من رد المتشابه إلى المحكم يردون المحكم إلى المتشابه. وإن كانت الآية الكريمة قد نزلت في وفد نصارى نجران الذين تركوا المئات من الآيات المحكمات الدالة على أن عيسى عبد الله ورسوله وتمسكوا فقط بأن عيسى روح الله، فإن تلك الآية تشير أيضا إلى كل كافر وزنديق وجاهل ومبتدع. ومع الأسف الشديد وعلى مر العصور طوائف من المسلمين زاغت قلوبهم عن الحق، تمسكوا بالمتشابه وتركوا المحكم أو ردوا المحكم إلى المتشابه. لماذا نتطرق إلى تلك الفرق الضالة؟ ألا يكفينا أن نتمسك بطريق الحق والهدى؟ للنجاة لابد من معرفة طريق الحق والهدى لاتباعه، ومعرفة طرق الزيغ والهوى والضلال لاجتنابها. أدرك تلك الحقيقة الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان، وقال لنا: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وأول تلك الفرق فريق الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه، أخذوا بظواهر الآيات القرآنية التي فيها تكفير، وكفروا العديد من الصحابة، وقتلوا أيضا العديد من الصحابة. فظهر في مقابل فرقة الخوارج فرقة المرجئة، وقالوا للخوارج: يا لكم من متطرفين سيئين، تكفرون المسلمين، ولكننا على النقيض، لن نكفر أي مسلم. وقالوا: الإيمان هو الكلمة، فمن قال لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان كإيمان جبريل وأبي بكر الصديق. ولكن تمهل قليلا، ماذا عن المنافقين؟ ماذا عن المسلمين الذين ارتدوا عن الإسلام وماتوا على كفرهم؟ ولكن أهل السنة والجماعة وسط في الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الأديان. فنحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالمسلم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يخلد مسلم بكبيرته دون الشرك في النار. ثم ظهرت بعد ذلك فرقة أخرى ضالة تسمى الفرقة القدرية، الذين يقولون أن العبد هو من يخلق فعله، وبذلك يكونوا قد أنكروا قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فظهرت في مقابلهم فرقة أخرى تسمى الجبرية، الذين يقولون أن الإنسان مجبور على أقواله وأفعاله وأنه لا إرادة له. ويأتي أهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين ويقولون: الله عز وجل خلق الأفعال وخلق الأعمال، وترك للعباد حرية الاختيار في الأمور الشرعية، وعليهم الإيمان بالأمور الكونية والقدرية. ثم ظهر فريق الروافض الذين يكفرون معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم بذلك أنكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. فلما ظهر الرافضة ظهر النواصب الذين قالوا: إن كنتم تكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنحن سوف نكفر آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وصدق في كل تلك الفرق قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما أهل السنة والجماعة فقالوا: نتولى الصحابة ونتولى القرابة، نحب هؤلاء وهؤلاء ولا نفرق بين أحد منهم.
فالحذر كل الحذر من تلك الفرق الضالة الذين يثيرون الشبهات ليفتنوا الناس عن دينهم، فيأتون للبسطاء الذين لم يقرأوا تفسير ولا نحو ولا بلاغة، ويضلوهم عن الطريق المستقيم إلى طريق الزيغ والهوى، ويؤولون كلام الله على مذاهبهم الباطلة. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. جزاكم الله خيرا.